كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس معربا عن خالص تمنياته الطيبة للشعب الفلسطيني الشقيق بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من أوضاع إنسانية بالغة التدهور. خلال الاتصال أكد الرئيس السيسي مساندة مصر قيادة وشعبا للأشقاء في فلسطين وسعيها المكثف لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة. من جانبه أكد الرئيس الفلسطيني امتنانه والشعب الفلسطيني لجهود مصر المخلصة لدعم الحق الفلسطيني.